السلام عليكم، أهلا بكم إلى النشرة المحلية. بداية، وفي إطار بعث الحركية التنموية وتحسين الإطار المعيشي لسكان ولاية جيجل، تم ربط 276 مسكنا بجيجل بشبكتي الغاز والكهرباء على مستوى العديد من البلديات، وذلك تلبية لاحتياجات السكان المتزايدة. عبد الرحيم شمعوني. يعد مشروع تزويد سكان منطقة بن معندة ببلدية الستار بالغاز الطبيعي من أهم المشاريع الحيوية التي طالما انتظرتها أزيد من 50 عائلة بهذه المنطقة التي تعاني من برودة الطقس شتاء. الحمد لله، بعد المعاناة الكبيرة من الكرعة تاع الغاز والسوفرونس ديالك من العوام اللي فاتوا، ان شاء الله تهنينا من لا ميزار هذيك. بارك الله في السلطات المعنية بالغاز. يشرفنا يعني الشيء اللي خدمته الدولة في المنطقة هذه، الحمد لله. يعني بالنسبة للتنمية راهي بلغت تقريبا 90% نقولوا، الحمد لله. يعني ما كناش ننتظروا في الغاز، اليوم راهو لحقنا. واستكمالا في تلبية احتياجات المواطن وتسهيل حياته اليومية، عائلات منطقة تغرست ببلدية الميلية هي الأخرى تودع قارورات الغاز. كنا نعاني من الغاز مدة طويلة بزاف، ودرك رانا الحمد لله ما شاء الله، رانا الغاز في الحياة، كل شيء يمشي وما شاء الله. الغاز كنت نطلعها من ها واللوط، نطلعها في العكبة، نمشيو ندير معها موالفة، طحت جيت عليها ودلوك تيجابوا لنا الغاز الحمد لله. كما تم ربط 150 عائلة بالشبكة الكهربائية بمنطقة أسراف بأعالي بلدية سيدي معروف. دروك رانا الحمد لله في نعمه، دروك كان ديك لي ماتيزون شاعل، الفريجيدير يمشي، كلشي يمشي الضو كامل. وضعنا حيز الخدمه لتزويد 276 مسكن بشبكتي الكهرباء والغاز في بلديه ستاره منطقه بني معنده، بلديه الميليه منطقه تغرست، ومنطقه اسراف ببلديه سيدي معروف. هي كلها مجهودات ستسهم في تفعيل الحركية التنموية والاقتصادية بالولاية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن. في قطاع السكن وفي إطار القضاء على السكنات الهشة، رحلت 173 عائلة ببلدية مرسى الحجاج دائرة بطي وبوهران إلى سكنات جديدة ولائقة وسط فرحة المستفيدين. أبو بكر المنصوري. وأشرقت شمس اليوم ليست كعادتها، حاملة معها أملا وتفاؤلا جديدا لساكنة البيوت القصديرية بدائرة سينيا، حيث التحقت أزيد من 170 عائلة بسكنات جديدة ببلدية مرسى الحجاج دائرة بطيوة وسط فرحة عارمة للمستفيدين منها. 38 عام ساكن في فوضوي، حاجة صعيبة بزاف من جهة الصيف ولا الشتاء، غبينا بزاف وربي الحمد لله فرج علينا. احنا كارون دي زون مدا فوضوي، تربي عام فوضوي كنا مديرونجين، كان عندنا بزاف عقبات في حياتنا، دروك الحمد لله ربي فرج. فرحة لا توصف، بكيت قبيله كي عطاوني الاخر، والله ولادي مساكين غبنوا معايا. ونتمنوا ان شاء الله كاع الناس اللي راهم غبنا ان شاء الله ربي يفرج عليهم. كما شرعت مصالح الولاية فور الانتهاء من ترحيل العائلات الى هدم هذه البيوت القصديرية لتفادي اعادة اسكانها مجددا. تم ترحيلهم إلى الموقع السكني الجديد للمتواجدين فيه، والذي يحتوي على 700 سكن مخصص لأصحاب البيوت القصديرية والهشة. ومع العلم أن العملية تجري في ظروف جد حسنة تحت إشراف السلطات الولائية، عملية القضاء على البيوت القصديرية متواصلة وفق برنامج مسطر بهدف توفير الاستقرار والأمن المعيشي للمواطن. احكي لي عنوان مبادرة تهدف إلى زيارة بعض مجاهدي المنطقة لسرد مذكراتهم وتدوين نضالاتهم وتضحياتهم بحثا عن الحرية والاستقلال. المبادرة نظمت من قبل المجلس الأعلى للشباب بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ومجموعة من الطلبة بوهران. تقول نوال بن طوبة بوعتو. هم شباب جمعهم حب الوطن والوفاء لأمانة الشهداء، فكان الهدف واحد هو تكريم من صنع مجده وتاريخه المجيد.
هذه المشاركة تعزز فينا روح المواطنة وتخلينا نكونوا نزيدوا نخدموا أكثر فأكثر على وجه بلادنا ونضحوا في كما هما البكري كان عندهم كانوا ثورة بصح دروك حنا رانا بالعلم وبال كي نقولوا بالعمل والعلم. وهذا من أجل ربط الجيل الحاضر من الجيل الماضي جيل الثورة بجيل الاستقلال واللي بعث رسالة ورسالة واحدة وهي ترسيخ قيم المواطنة والهوية والذاكرة الوطنية. المبادرة للمجلس الأعلى للشباب بالتنسيق مع وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وبعض طلبة الجامعة من خلال زيارة أول فدائية بالمنطقة المجاهدة فتيحة زموشي وكذا المجاهد سبيع عمار في لقاء للحوار والتواصل بين جيل الأمس وشباب اليوم. رسالة أنهم يحبوا وطنهم يغيروا عليه. الحمد لله شبابنا لاباس به، أنا نفتخر بشبابنا الحمد لله نفتخر به لأنه واعي ومخلص. اليوم أنا هاد الشباب أنا عجبني راه فاطن وراح يحاول يبحث على التاريخ تاع بلاده. هادي 8 مي وهادي أول نوفمبر والتاريخ تاع الأمير عبد القادر، هادو كاع نجمعوهم نخدموا البلاد تاعنا. وحنا اليوم نقولوا لها أمانتكم تاج فوق راسنا وإن شاء الله على العهد ماضون وباقون. أنتم في الأمس القريب كنتم تموتون على أن تحيا الجزائر ونحن اليوم سنحيا على أن تستمر وتستقر الجزائر. هو إذن لقاء للتقرب من مجاهدي المنطقة لسرد مذكراتهم وتدوين نضالهم وتضحياتهم في سبيل الحرية والاستقلال. ونختم بالسياحة الداخلية حيث تعمل وكالة السياحة والأسفار وكذا الديوان الوطني للسياحة على التعريف بمقومات ما تملكه جوهرة الواحات غردايا من تراث وإرث ثقافي وحضري يستهوي السياح من داخل الوطن وخارجه. سفيان لعلى. الترويج والتسويق للمناطق السياحية من بين أهم ما تقوم به الوكالات السياحية التي تجاوز عددها 40 وكالة عبر ولاية غردايا. وكالة السياحة والأسفار هي الجهاز الوسيط بين الوجهة السياحية والسائح حيث تقوم بترويج للسياحة الداخلية والتعريف بالمنطقة. وكالة السياحة والسفر انخرطت كلياً في ما يخص الترتيبات التي أقرتها الدولة في هذا الجانب وتعمل على الترويج للوجهة السياحية في هذا الشأن. تنفيذ الطلب المتزايد على الوجهات الصحراوية الجزائرية من طرف الأجانب وفي ظل التسهيلات التي أقرتها الحكومة خاصة منها الفيزا لدى الوصول أو تأشيرة الجنوب، حيث هذه التأشيرة ساعدتنا كثيرا في استقطاب عدد معتبر من الأجانب. غردايا واحدة من أروع الوجهات السياحية في صحراء الجزائر متميزة بتاريخها جمالها الطبيعي وطابعها الهندسي الفريد. قوم باستقبال السياح ويقترع عليهم إرشاد سياحي، يعني خاصة يعني السياحة الثقافية. الهدف لما يأتي سائح يأخذ معلومات على المنطقة وفيه محطات معينة. غردايا هي ولاية سياحية أولا، تميز بالدور القديمة تستقبل السواح الأجانب خاصة، فيها الأجنة، فيها طابع خاص، فيها المعالم الأثرية، القصور. السياحة الصحراوية في الولاية في هذه الأونة رجعت لمستواها، مش كما السبعينات ولا الثمانينات لأن فتنا في مراحل صعبة شوية، ولكن الحمد لله الأيدي تتكاتف. الدولة بطبيعة الحال راها تشجع في السياحة الداخلية. التسهيلات التي وفرتها الدولة وكذا عصرنة أساليب التسهيل الإداري من رقمنة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي سيساهم في انتعاش السياحة بالمنطقة. إذن الموضوع كان لصوفيا العلام. وصلنا إلى ختام النشرة المحلية، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.